تحية طيبة لكل مشاهدين ولا أطيب، ومثل ما عودناكم كل نهار تنين اختصاصة التغذية بتكون معنا. اليوم معنا اختصاصة التغذية آية نور الدين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني بدنا نقول لك أول شيء أهلا وسهلا والحمد لله على السلامة. ويلكم باك تو لبنان وزيارة. رجعنا على قطر يعني إن شاء الله قريبا. إن شاء الله. نحن تعودنا عليكي، صرنا زمان ما شفناكي بلبنان واستفقدنا لك. وأنا اشتقت لكم كثير كمان، وتعودنا على أفكارك الحلوة كثير آية، فبنقول لك ويلكم باك. ميرسي. ونحن كثير مبسوطين، حتى المشاهدين رح يكونوا مبسوطين اليوم بهالحلقة الحلوة. أنا مبسوطة أكثر بالأطباق الهيلثي والصحية مثل العادة. ونحن نحكي عن البهارات اليوم، رح يكون في سبيشل عن البهارات، هيك كل شيء بهارات للي بتطيب، للي منيحة وللي غير منيحة. صح. خلينا نشوف مكون الطبق الأول ونرجع معكي مايا آية ومع المشاهدين. مكونات سلطة الفاصوليا البيضاء مع الفليفلة المشوية: 200 جرام فاصوليا بيضاء، 200 جرام فليفلة حمراء، 100 جرام فطر، 100 جرام ذرة صفراء، 100 جرام بصل أخضر، 100 جرام خس، 5 جرامات ثوم، 30 جرام خل البلزميك، 50 جرام زيت زيتون، أوريجانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن آية، نحن اليوم بما أنه فلفل حسب الرغبة، كثير بيسألونا شيف مثلا ليش بتقولوا فلفل حسب الرغبة؟ لأنه اليوم البهارات ما بده الواحد قد ما بده، لأنه خاصة اليوم مع حلقتنا عن البهارات، أنه واحد في ناس بتحب شوية بهار، صح، في ناس بتحب كثير بهار، في ناس بتحب تزيد كل شوي حسب. صح. وباي ذا واي شيف، البهارات كلمة جاية من الهند، معناتها الهند القديمة، ولأنه بلاد الهند هي أكثر شيء اشتهرت بالبهارات، فكرمال هيك صار في عنا نحن هيك إنه الكلمة هند القديمة البهارات سوقناها نحن بعالمنا العربي، بس هي أساساً جاية من بلاد الهند، لأنه هن أكثر شيء مشهورين بمطبخهم بالبهارات. مزبوط. ونحن إذا رحنا على الهند ونزلنا على المطار تطلع ريحة البهارات، نحن بنزيم الطيارة بنحس فيها. يعني إذا حدا من المشاهدين سافر على الهند بشم ريحة البهارات بطريقة كتير قوية من الجو من فوق. يعني هي بالزمان كانوا يتاجروا بالبهارات، اللي كانت تنعد من أهم التجارات، كانت أحسن تجارة تجارة البهارات. اليوم صار في منها كثير انواع عديده، واكيد بتتميز، وكل بلد صار متميز بنوع معين من البهارات، وصار شيء ما فينا نستغني عنه باطباقنا اليوميه اصلا. يعني بنذكر يعني هو غير عن انه في له فوائد عديده. طب انت كاختصاصيه تغذيه اليوم حكينا هيك شوي عن البهارات، فسرينا حسناتها وسيئاتها، بتعرفي لانه يمكن مثلا واحد المره الحامل ما بيسوي لها الحال. صح. هو مش المره الحامل، هو عاده المره الحبله اللي بتكون عم بترضع، خصوصي للرضاعه، هي ما لها اي تاثير جانبي، بس لانه البيبي بيكون معود على طعمه الحليب تبع الام، اذا اكلت بهارات البهارات بده يغير طعمه الحليب. سو البيبي ما بعود يتقبل هيدي الطعمه فبيرفضه، بتفكر الام انه هو ما بقى بده ياخذ حليب منها هي، بس هو لا، بيكون العكس، بكون تغيرت طعمته من وراء البهارات والتوابل اللي بتتناولها باكلاتها اليوميه. فمشان هيك بنضل نقول انه خففوا شوي بهارات كرمال البيبي يقدر يتناول الحليب. يعني هلا هو مبدئيا يعني انه يفضل اذا كانت المراه حامل تاخذ بهارات كميه كثير قليله، او كمية اذا بتستغني عنها بتكون افضل. يفضل انها هي تاخذ الكميه البهارات القليله تاخذها باكل من بعد ما تكون رضعت. طب هلا مرات بس بينصحوها بالكمون، الكمون يمكن بيقولوا انه ما بضر كرمال المعده. صح. بس الكمون ما بناخده نحن قبل ما نرضع مباشره، مثل الكافي يعني ما بقولوا انه الكافي مش لازم تاخده لانه في كافيين والبيبي بضل فايق كل الليل ما بعود بنام. لا، بالزبط. فيها تاخد الكافيين بس من بعد الرضاعه، يعني بعد ما ترضع في عندها ساعتين ثلاثة بريك بين كل مره ومره رضاعه، بهالساعتين فيها تاخدهم بيطلعوا بالدم، يعني خلص بيروحوا من جسمها، الرضاعه الثانيه بيكون مش الحال. عظيم. هلا كمان في، بتعرفي ايان
وجه بتأثر كثير. يعني انت مثلا بتكون اكلين شيء هيك من بهارات الحراره، في ناس بكون عندهم الرجي يعني نوع من انواع الحساسيه، اي شيء بهارات او فلفل حار او اي شيء حاد ممكن يعمل لهم بصور يعني حبوب على وجههم او حتى طفح جلدي بجسمهم، كمان لازم ينتبهوا منها كثير. بس هيدي طبعا مش يعني ما فينا نعممها على كل الناس، هدول بس للناس اللي عندهم حساسيه على نوع من انواع البهارات. حتى الشوكولا كمان في ناس عندهم حساسيه على الشوكولا ممكن يطلع لهم طفح جلدي من وراء. أنا لاحظت لأنه كنت أثناء جولة سياحية بماليزيا أكلهم كثير في بهارات هونيك، بس بتحسي تقريبا يعني 90% من الشعوب عندهم الحساسة كثير، وبالشوط الحساسة مليانة بالبذور. إيه ممكن لأنه بكت حتى الهنود كمان بنلاقي إنه كمان في عندهم كثير بصور بوجهن كمان من وراء البهارات لأنه بيتناولوها بشكل كثير كبير. وكمان في ناس ما بتقدر تاخذ البهارات مثل الناس اللي بكون عندها قرحة او وجع بالبطن او نفخة، ما فينا ناخذ ولا اي نوع من انواع البهارات لانه هن بس يعني بيفاكموا المشكلة اكثر، بتزيد مشكلة القرحة. فهدول الناس كمان ما فيهم ياخذوا بهارات، ويفضل انه ما ياخذوا ابدا، مش انه شوي على الخفيف ابدا. هلا اليوم نحن ايه شو عملنا؟ بما انه ما رح نكثر كثير بهارات، قمنا عم نعطي نكهه مثل البهارات، يعني الفليفله اللي عم نشويها، الفليفله بتعرفي الفليفله هي خضره كثير طيبه مليئه بالفيتامين سي، واكيد شرحتي لنا كثير عنها سابقا. رح نشويها ونقطعها مع السلطه، اليوم سلطه الفاصوليا مع الفطر مع الفليفله مع البصل الاخضر، شكلها غريبه وكثير طيبه. بعدين حاطين لها هيك شوي، بعدين اليوم شو حاطين؟ حاطين لك اوريجانو اللي هي الزعتر الاخضر، بس ما حطينا حر، يعني كيف بدي حط حار؟ قلت بما انه هالحلقه كلها خاصه عن البهارات لازم قد ما فينا انه نخفف الحار. ومثل ما شفت الفليفله يعني بتعطي نكهه طيبه دائما، بس نشوي الفليفله بتصير كمان نكهه مع، بس تبرد اكيد طبعا ونضيفها مع السلطه بتتميز بنكهه غير. وهون عندنا الفاصوليا البيضاء كمان، فاصوليا البيضاء اللي كمان طيبه مسلوقه ونشاط يعني مبدئيا. طبعا ممكن ما بدنا نذكر انه هي اصلا كثير مفيده، يعني فينا نستغني عن طبق اساسي كمان بوجود بالضبط هيك. هي نوع من انواع البقول كثير اساسي وفي لها كثير فوائد وفيها فيتامينز ومينرالز و اشياء. فكينا هيك بشي انواع محدده ايه عن البهارات مثلا؟ عن البهارات في عنا كثير انواع، في منها اللي مفيده جدا وفينا نستخدمها بالطب، فينا نستخدمها حتى بعالم التجميل. يعني في كثير متخصصين حتى للعلاج الفيزيائي او للاسترخاء بيستعملوا انواع من البهارات ليعملوا لها خلطه ويحطوها على العضلات لترخي العضلات. يعني بالضبط هي انه انواع البهارات عديده جدا وفوائدها كمان عديده جدا. نذكر مثلا فينا نحكي عن الفلفل الحار. الفلفل الحار في كثير ناس ما بتقدر تتناوله لانه بحسوه حد كثير، بس هو اذا بيعرفوا الفوائد يلي بيطلع من الفلفل الحار كل الناس رح تصير تاخده. شو هو خير الفلفل الحار؟ الفلفل الحار اول شيء في كميه كثير كبيره من الفيتامين سي. اوكي، يعني كل الناس بس تمرض او تجرب او يصير معها رشح او هيك دغري بيركضوا ياخذوا حامض وليمون هيك قصص، انه فيها فيتامين سي واضحه. الفلفل الحار فيه كميه كثير كبيره بس منه واضح، يعني فينا نحن بدنا ناخذ كميه قليله منه ويساعدنا كثير وتعطينا الكميه الكافيه من الفيتامين سي. انه نسبه انه يمكن بهار حامي يعني بيعطي دفى للجسم، هو في بقلبه مواد بتحتوي على فيتامين سي بلس، انه هو كثير مفيد للشعب الهوائيه. حلو، يعني اي حدا عنده ضيق تنفس، عنده ربو، عنده مشاكل بالرئه، الفلفل الحار بيساعده جدا لانه بفتح مجرى الهواء بالجسم. عظيم عظيم. بلس انه كمان في مضادات للاكسده واشياء بتمنع الالتهابات والجراثيم بالجسم. عظيم، يعني هلا بتعرفي السلطه هون احنا مثل ما شفتي ايا حطينا الذره الصفراء، حطينا الفطور، الفاصوليا البيضاء، فيها كثير الوان، بصل اخضر وثوم خفيف، الثوم الخفيف هلا اكيد كمان بيعطيها نكهه. بدنا نخلطها، بس قبل ما نخلطها كمان بعد في الفليفله بدهم شوي صغيره هون تحط كمان نضيف عليها نكهه. مثل ما قلت لك الفليفله انت بتبقى جربيها بالبيت كثير طيبه بس تشويها. نحن شخص كمان فينا نستعمل البهارات والتوابل، يعني كل انواع البهارات مثل الكمون مثل القرفه مثل الزنجبيل مثل الحار، بالاضافه للتوابل مثل الثوم الكزبرة البصل الأوريغانو، هدول القصص فينا نحن نستعملهم كبدائل لكل شيء في فات نستعمله نحن بالمطبخ مثل الزيت السمنة الزبدة، هدول فينا نستغني عنهم بأنواع التوابل. حتى أحيانا الملح للناس كتير اللي بعانوا من الضغط، ارتفاع بالضغط أو احتباس سوائل بالجسم، ما فيهم ياخدوا كمية كبيرة من الملح، فينا نعوضهم بالبهارات وبالتوابل فبتكون مفيدة جدا، بلس أنه بتعطي نكهة كتير طيبة للأكل. الله لا يحرمنا من التوابل. لكن هلا مشاهدينا رح نروح لبريك صغير وبنرجع معكم، انتظرونا.
وعودة مع البريك وضيفتنا اختصاصية التغذية آية نور الدين، كمان ويلكم باك واهلا وسهلا فيك عن جديد. بدنا نذكر المشاهدين انه اليوم حلقتنا عن البهارات، يعني عم ياخذوا معلومات حلوة كثير وحلوة هيك وحد ما نستفيد اكثر شيء بيعطي نكهة بالاكل، يعني اكثر شيء ممكن نستلذ فيه. يعني نحن شو بيصير فينا الشفيه اذا ما كان في بهارات؟ بيطلع الأكل مش طيب فرشور. نحن آية هون بدنا نخلص السلاد اللي عملناها أو السلطة، الفاصوليا البيضاء، يعني اليوم لك عملنا لنا الكومبينيشن ما بين الذرة الصفراء يعني اللي بتعطيها شوية حلاوين مع نكهات البصل الأخضر، في أشياء كثير. هون عندنا الفليفلي كمان نحن شويناه هون، هلا بتشوفي كيف نكهتها. أنا ما ساعدتك اليوم شيف اليوم، معلش أنت جاي من السفر ما بدنا نعذبك، بالعكس. هون هلا الفليفلي الطيبة اللي بتعطي النكهة، يعني نكهتها بتكون كتير طيبة، بلس الألوان اللي فيها كتير حلوة، أنك تعمل هالكومبينيشن بالألوان الأورانج الأخضر الأصفر الأبيض. هون مثل ما شفتي آية الفليفلي هاللون الحلو، بعدين شفت الريحة شو حلوة ريحة الشوي، هون العين بتستطعم قبل التم حتى، يعني كمان السلطة فيها هيك طعمة سموكت أو مثل ما بقولوا هالريحة الشوي الطيبة. هون رح نضيفها كمان مع هالطبق المزيج أو هالمزيج. هون عندنا الخل البلزميك، كمان ما ننسى الزيت الزيتون، نحن حطينا ثوم كمان ما تنسى حطينا ثوم. وهلا هون نحن بما انه اليوم حلقتنا عن البهارات كمان حط فلفل، الفلفل الاسود المطحون طازه. شو بدك تحكينا عن الفلفل الاسود هيا؟ الفلفل الاسود تقريبا فوائده مثل الفلفل الحار اللي حكينا عنه قبل شوي، انه هو مضاد للاكسده، في كمان اللي بيكون عنده مثلا التهابات او جراثيم او اكل فيروس، كمان الفلفل الاسود كثير بيساعده بهذا الموضوع مثل الفلفل الحار. عظيم، يعني البهارات قد ما نحكي عنها بنضل مقصرين بحقها قد ما في لها فوائد على جسم الانسان. حلو، مثل مثلا القرفه قد ايه طعمتها حلوه وبتعطي نكهه كثير طيبه بالاكل، بس كمان في لها كثير فوائد. للناس اللي ما بيعرفوا القرفه تعتبر نوع من انواع المنشطات. مزبوط. لانه هي بتنشط الجسم، يعني اي حدا بحس بالكسل، بحس انه هو تعبان، بحس بالنعس، ياخذ فنجان يعني كوب من القرفه. القرفه طبعا البودره المطحونه، اكيد فينا المطحونه فينا نغليها مع الشاي مثلا، مع الحليب نغلي حليب كبايه حليب خالي من الدسم مع ملعقه قرفه. بلشنا خالي من الدسم، بلشنا قصاصات هلا. بنغليها على الغاز وبنشربها، بتعطي مفعول كثير منيح. كمان للتلاميذ اللي بيكونوا عم يدرسوا عم يسهروا بالليل، بحاجه كمان لنشاط بدل ما ياخذوا الاشياء اللي بتعطي منشطات وممكن تعمل اثار جانبيه على الجسم، لا في عندنا بديل طبيعي وهيربز يعني فينا نستخدمه مثل القرفه، بيعطينا نشاط فينا نكمل شغلنا يعني مثل العادة. حلو، طب كيف فينا نقول انه البديل، يعني كيف فينا نقول البديل حتى الاشخاص اللي يلاقوا شيء غير البهارات مثلا، من حيث انه البهارات بتعرفي بتضر؟ هلا اذا الناس اللي بيكون قلنا مثل اللي عندهم قرحه بالمعده وما بيقدروا يتقبلوا البهارات، ممكن يستبدلوها بالتوابل، لانه في فرق بين البهارات وبين التوابل، التوابل بتجي اخف، يعني مثل الاوريجانو مثلا، هذا نوع من انواع التوابل خفيف على المعده وما بياثر ابدا للناس اللي بيكون عندهم تقرح او اي نوع من انواع المشاكل الصحيه بقلب المعده، ففيهم يستبدلوها بهدول القصص. بلس انه فينا نستعمل مثلا البصل، فينا نستعمل الثوم، فينا نستعمل هدول القصص كمان الخفيفه اللي بتعطي نكهه طيبه طبعا. انا بتعطي نكهه، هلا طبعا ما رح تكون بديل عن البهارات لانه ما في بديل عنه بالطعمه، بس بتخفف يعني بكون بتعطي نكهه للطبق احسن ما يكون بلا شيء. عظيم عظيم. وهون نحن شفتي كمان الخس، يعني كمان حلوه حتى هيك الخس دائما اذا فرمناه بيدبل صح، فبما انه هيس كمان السلطه فيها صلصه، هذا العيلة شاف هذا اكيد طبعا عندك اليوم كله هيلثي اليوم. اليوم بتعرفي انت آية واحد اذا بحافظ على جسمه، نحن يعني من اشخاص محافظين يعني فينا نقول. ايه طبعا اكيد انا والشيف ريشار. وهون مثل ما بقولوا قلب الخسه، هالقلب الخسه كمان تنضاف هون بيعطيها هالنظره الحلوه، يعني خاصة للأشخاص اللي بيتبعوا النظام الغذائي أطباق كثير طيبة غنية جدا، في كل المكونات الغذائية اللي الواحد بحاجة لها، بلس إنه كثير هيلثي وما في سعرات حرارية، خاصة للأشخاص النباتيين لما بياكلوا لحمة ودجاج. مظبوط، بيتلذذوا بهالطبق، خاصة إنه فيها الفاصوليا مثلا ممكن تكون بديل عن اللحمة، فيها نفس تقريبا كمية الفيتامين والبروتين. شوي الفليفلي بيعطيها لك طيبة. صح، النكهة
نحن كمان بهالوقت مشاهدينا في عنا الطبق الثاني اليوم. شو الطبق الثاني اليوم؟ أي عميل كمان شيء طيب وكتير هين وسلس وهلثي وهلثي أكيد ونبات للأشخاص نباتيين. وخلينا سوا نشوف المكونات ونرجع معكم مشاهدينا. مكونات السبانخ مع الفطر الطازج: 100 جرام بصل، 10 جرامات ثوم، 30 جرام كزبرة خضراء، 150 جرام فطر، 300 جرام سبانخ، 200 جرام كوسة، 50 جرام عصير حامض، 30 جرام زيت زيتون، 50 جرام بندورة كرزية، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن آية مثل ما شفتي كمان طبق كتير طيب وهلسي وصحي وكمان منكهين فيها نكهة الأوريغانو وأكيد الملح. نحن ما حكينا شيء عن الملح، ليش ما عم تحكي عن الملح؟ بس عن ما فينا ندافع عنه شوي؟ ما فينا ندافع عنه شوي لأنه الملح في له سلبيات مثل ما في له إيجابيات، كرمال هيك مش رح أحكي عنه مثل البهارات. لأنه بس في كتير ناس محرومة للأسف من الملح. مثل الناس اللي بكون عندهم ضغط عالي أو عندهم احتباس سوائل بالجسم فما فيهم يتناولوا أبداً الملح. كرمال هيك مش رح نظلمهم ونحكي عن الملح كمان. بالضبط، بس انه الملح طيب الاكل يعني وقت تكون الطبخه ملحه مظبوط. طبعا اكيد طيب، بس حتى للناس العاديين لازم يتاخذ بكميه كثير قليله لحتى نضل محافظين، يعني مش نرجع ناخذ مداره. حلو، يعني هون نحن انا شايفه عندك سبانخ شاف. سبانخ مظبوط، كيف رايك بالسبانخ؟ بتحب السبانخ؟ تمام، نحن وصغار كنا نقول انه بوبي بياكل كثير سبانخ ليصير قوي، وهيدي معلومه منا خاطئه ابدا، يعني لانه السبانخ بيحتوي على نسبه كثير عاليه من الحديد والفيتامين سي، فهو فعلا بيعطي قوه ونشاط وخاصه للولاد الصغار. فنحن بننصح كل ام انه هي تمرق طبق من السبانخ مره بالاسبوع للولاد، لانه مفيد جدا وخاصه بمرحله النمو تبع جسمهم. هون كان نحن رح نضيف هلا الزيت النباتي. مثل ما شفتي هي طريقه كثير سهله وكثير سريعه. نحن الكوسه هون شويناه هون كمان كميه قليله كمان اليوم. لا قاعدين عقلين اليوم، ما عم نزعغر. هون حطينا نحن البصل واكيد رح نقلب الثوم وطبعا الكزبرة. شايف انت وعم بتفرم الكزبرة، انا بدي احكي شوي عن الزنجبيل. بس نحن قبل الزنجبيل في عنا فقرة كثير حلوة، يلا من بعد ما نرجع من فقرة الكركم من ارضنا الكركم نحكي عن الزنجبيل كمان والكركم. اوكي الكركم نوع نباتي من فصيلة الزنجبيل ويعرف باسم العقدة الصفراء. يتميز بلونه الأصفر وطعمه الحاد. يضاف إلى أرز الكبسة والبرغل والصفوف حيث يضفي لون وطعم مميز. يحفظ في مكان جاف وبعيد عن الرطوبة. يعني آية قبل الزنجبيل بدنا نحكي شو عن الكركم. الكركم وله حق ياخذ مساحة كبيرة الكركم، لأنه في له كثير فوائد غير عن طبعا الطعمة والنكهة اللي بيعطيها للأكل. الكركم أو اللي نحن بنسميه عقدة صفرا بيحتوي على مادة اسمها الكركمين. اوكي، هيدي المادة الكركمين هي مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وكمان أي حدا بيكون عنده نوع من أنواع الجراثيم كمان بتكافح الجراثيم هاي المادة الكركمين الموجودة بقلب الكركم أو العقدة الصفراء. حلو، بلس أنه كمان خبرية كتير حلوة عن العقدة الصفراء أو الكركم أنه هي بتمنع أو بتقي من الشيخوخة المبكرة للخلايا بالجسم. والله بالضبط، يعني نحن بننصح أنه بأطباق الرز والبرغل نحط بين ربع لنص ملعقة بالطنجرة تبع الرز أو البرغل ونتناولها بشكل مستمر، لأنه في إله كتير فوائد وهيك منضل شباب على طول. حلو، مشان هيك أنا مشان هيك أقول لك ضلني شاب أنه بأكل كتير. اسم الله عليك أنت شاب ما بتكبر أبدا.
وبالعودة للزنجبيل. الزنجبيل هو مثل ما بنعرف هو من أقدم أنواع البهارات الموجودة بالعالم. الزنجبيل في له عدة استعمالات، فينا نستعمله بالطبخ، كمان فينا نستعمله بالمشروبات مثل الشاي بالزنجبيل أو الحليب الخالي من الدسم مع الزنجبيل. طبعا في له عدة فوائد، مثل مثلا إذا في حد بيكون حدا عنده مشكلة بالزلعوم أو التم بياخد زنجبيل بتطري له إياها شوي. بلس كمان في عنده فوائد لأنه هو مضاد للأكسدة، وكمان الزنجبيل بيساعد على حرق الكوليسترول وشحوم الLDL بالجسم، وهيدي شغلة كثير مهمة ونحن كدايتيشنز بننصح انه يتناولوها. يعني وانا اكيد بنصح كمان للمشاهدين الزنجبيل دائما يجيبوه طازج لانه صار متوفر بالاسواق يوميا. صح، بيعطي نكهه كمان مثل ما قالت ايا بالاكل، مميز جدا وخاصه مع اذا شيء سخن. بس هيك كمان شاف حتى الناس اللي بسافروا او بتحكمهم شوي دوخه او العيان او دوران من الطياره من السفينه من مشوار السياره ياخذوا زنجبيل معهم بتحل لهم المشكله. يعني بياكلوه ني او شيء؟ لا، ممكن يشربوه مع الشاي. بتمنع الدوران وبتمنع الغثيان، وكمان عند المرأة الحبلة كتير مفيد لها بقصص اللحام وهيك، كتير مفيد الزنجبيل انه بخفف لها الاعوارض. عظيم. لكن ايه نحن رح نروح لفاصل اعلان صغير كمان هلا ونرجع معك ومع المشاهدين اكيد رح يندرونا. وعودة من بعد الفاصل مع ضيفتنا اختصاصية التغذية آية نور الدين. كمان لك أهلا وسهلا فيك آية. أهلا فيك. يعني الوقت بمرق معك بسرعة، ما بعرف شو السر. هون نحن كمان آية البصل والثوم والكزبرة والفطر، أنا رح ضيف السبانخ. السبانخ أكيد نحن سلقناه وفيها ست البيت مثلا نجيبه كمان مجلد ما بيأثر، لأنه اليوم بالأسواق صار في سبانخ موفر عليها كثير وقت. صح. وشغل ونفس الفعالية ونفس كمية الفيتامينات يمكن، وطبعا ما ننسى كمان لا الفيتامينات بتخف شوي، يعني إذا غسلنا الخضرة بتخف شوي الفيتامينات، إذا طلجناها بتخف، بس أنه بتضل محافظة على نسبة معينة يعني رح نستفيد منها. حلو. هون آية كمان نحن شفتي صار عندنا هالمزيج، لكن هون نكهة جديدة للأشخاص نباتيين، يعني فطر مع سبانخ بصل وثوم الكزبرة، أعطيني هالنكهة الطيبة مع عصير حامض كمان، هالعصرة الطيبة للي تتلذذ مع السبانخ، للي السبانخ بيعشق الحامض يعني، وخاصة الفطر كمان. صح. بيعشق الحامض. هون كمان نحن الكوسة شويناها، يعني اليوم لحظة عم نلعب بالصحن على نوعين، شوي وهيك نكهة طيبة. طيب أي بخصوص البهارات للأطفال كيف فينا نحن مثلا نتجنب نعرف شو لازم نعطيهم؟ هلا يعني بالنسبة للأطفال ما في شيء معين يمنع على الأطفال من أنواع البهارات، وما في شيء معين إنه يسمح بكمية كتير كبيرة. البهارات المفروض الأطفال ياخذوها بكميات كتير معتدلة، ونحن لازم نراقب الطفل هل هو بيرغب هيدا النوع من البهارات أو ما بيتقبله، فنحن بنشوف حسب رغبته، فلا فينا نعطيه اياه بكميه كثير كبيره ولا فينا نحرمه منها، لانه كمان يعني بتعطي نكهه بالاكل وبترغبه اكثر احيانا انه ياكل صحن هو مش كثير حابب انه ياكله، مثل انواع الخضار والاشياء المفيده للاطفال، لانه نحن بنعرف انه الاطفال عاده بيتجهوا اكثر شيء لياكلوا انواع الفاست فود. مزبوط. فنحن فينا نرغبهم بالاطباق الصحيه بطريقه التوابل والبهارات. بدي أذكر شغلة شاف عن الكاري مهضوم كتير، إنه الكاري بتمنع أو بتوقي من مرض الألزهايمر، يعني خرف الشيخوخة. حلو. يعني قد ما فينا شغلة فينا نستغلها. فينا. هون يعني مثل ما شفت البندورة، هيدي البندورة عاطي شكل كتير عاطي حلو، شكل الألوان حلو. مع بعضها حتى الكوسة كمان هيك عاطي النكهة كتير طيبة مميزة. قبل ما نختم حديثنا عن البهارات شاف، أنا كمان بحب أذكر أنه الهيل فينا نستفيد منه كمان، لأنه هو مقوي جنسي وجوز الطيب محفز. فهدول الشغلتين فينا نستخدمهم كمان ونستفيد منهم لكل الاشخاص اللي بحبوا يعتمدوا الاساليب الطبيعيه، يعني ويعتمدوا بس على الاشياء الهيربز، يعني الاشياء النباتيه وما يضطروا يلجأوا هيك ما يضطروا يلجأوا للادويه. فذكرنا هالشغلتين عن جوزة الطيب، و ان شاء الله تكونوا اكيد المشاهدين استفادوا، والهيل اكيد طبعا. نحن ايه بدنا نقول لك عوده الى بلاد الاغتراب بخير وسلامه ان شاء الله، على قطر كمان قريبا. بالضبط هيك ان شاء الله. بسلموا عليك كثير اهل قطر وكلهم كثير بحبوك وبيحضروا لك البرنامج. نحن بنوجه تحيه لهم تحيه كثير لكل الجاليه اللبنانيه والقطريه كمان اكيد.
وكمان بتمنى انه نستغل وجودك مره ثانيه بس ترجع مشوار ثاني ناخذ منك وعد ان شاء الله. اكيد برمس ما في استغنى عنكم انا اصلا. شكرا لك آية نور الدين اختصاصيه التغذيه، يعني اليوم فعلا كانت حلقه مميزه جدا، واكيد مشاهدينا كمان اطباق حلوه اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. على امل نلتقي فيكم كمان بكره بحلقه جديده ومميزه. الف صحتين والى اللقاء. باي.